يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. مرحبا 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 أحبائي أحبائي عمو يزيد جد سعيد باستقبالكم في هذه الحصة اللي تحبوها بزاف وانتم تاني يا أحبائي لكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا تشاركوا بالحضور في هذه الحصة ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com ولا للتطبيق لابليكاسيون عمو يزيد بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك أحبائي. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، كاين حاجة لازم نديروها دائما قبل الأكل بعد الأكل بعد اللعب، وش هي حاجة نديروها دائما؟ تعال تعال تعال، حاجة نديروها قبل الأكل بعد الأكل بعد اللعب. أروح وليدي دور الكاميرا. واسمك وليدي؟ حسين. حسين شحال في عمرك حسين؟ 8 8 أيام؟ سنة. سنوات. وين تسكن وليدي؟ قبة. في القبة. وش هو الشيء هذا لازم نديروه؟ غسل اليدين. غسل الأيدي. برافو برافو وليدي، برافو 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 برافو. إذا أحبائي على بالكم غسل الأيدي تلمو مهم أنه داروا يوم عالمي. هذا اليوم هو اليوم 15 أكتوبر، اليوم العالمي لغسل الأيدي. إذا أحبائي يجب غسل الأيدي مهما كان الأمر، قبل الأكل بعد الأكل كي تنوض صباح بعد اللعب. يا أخي أحبائي قبل ما تروح تزور مريض قبل ما تروح لازم تغسل يديك يا أخي. برافو. كذلك يوم 15 أكتوبر هو اليوم العالمي ضد الألم. داروا يوم لأنه الإنسان بطبيعته حنين ما يحب حتى واحد يتألم. إذا داروا يوم عالمي ضد الألم يوم 15 أكتوبر. ويوم 15 أكتوبر كذلك اليوم هو اليوم العالمي للمرأة الريفية. عبالكم خاصة في الجزائر الريف مليء بالنساء، صديقنا مليء بالنساء اللي يعملوا في الأرياف وكامل. إذن داروا لهم يوم عالمي اللي يتكلموا ويديروا تقدير للمرأة الريفية. وعبالكم اليوم يا أحبائي كان حصة مهمة جدا جدا جدا. اليوم في الموسم الخامس، هذه خامس سنة لحصة مع عمو يزيد، اليوم أراكم في الحصة رقم 200 حصة لعمو يزيد. اليوم الحصة رقم 200. إذن هذا شرف كبير لعمو يزيد أنه اليوم راهو معكم في هذا الحصة رقم 200. 200 حصة من المتعة، 200 حصة من الشرف، 200 حصة من الرسائل، 200 حصة من المحبة، 200 حصة من هذه العلاقة الجميلة مع الأولياء ومع الأطفال. إذن عمو يزيد يحبكم يحبكم يحبكم، والتحية التقدير وإجلال لكم يا أولياء ولكم يا أطفال أصدقاء عمو يزيد. أحبائي تعالي بنتي أرواحي. واسمك بنتي؟ نجلة. واسمك؟ نجلة. نجلة شحال في عمرك نجلة؟ سبعة. سبع أيام؟ سبع شهور؟ سبع أيام. سبع أيام شحال في عمرك نجلة؟ شحال في عمرك؟ سبع سنوات. سبع سنوات. برافو برافو بنتي برافو. وين تسكني نجلة؟ بجاية. في بجاية. جميلة بجاية، فيها البحار فيها الشواطئ. يا أخي الله يبارك. تروحي تسلمي عليهم كامل بنتي نجلة. أوكي بنتي يلا. برافو برافو برافو. تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي تعال تعالي دوري الكاميرا باش تكوني شابة هكذا. واسمك بنتي؟ إسراء. ها؟ إسراء. إسراء شحال في عمرك إسراء؟ خمسة. خمس أيام؟ خمس سمانات؟ خمسة. خمس شهور؟ خمسة. خمسة واشن؟ سنوات؟ خمس سنين؟ برافو خمس سنين بنتي. وين تسكني بنتي؟ في براقي. في براقي الله يبارك الله يبارك بنتي. تعالي بنتي تعالي
تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ طباخ مروة. مروة الله يبارك، شحال في عمرك مروة؟ 12 سنة. 12 سنة، وين تسكني بنتي؟ في بجاية. بجاية، بجاية الجميلة، كي تروحي تسلمي عليهم كامل. كون مع عمو يزيد ويسلم عليكم وقريب يجي لعندكم. يا أخي بنتي، الله يبارك، تعال وليدي. أروح، تعال. تعال، واسمك وليدي؟ طارق. طارق، وين تسكن طارق؟ فوكة. في فوكة، الله يبارك، ولاية؟ ولاية ولاية بوسماعيل. لا لا، بوسماعيل ماشي ولاية، ولاية تيبازا هي دائرة بوسماعيل هكذا، ولا دائرة فوكا، ولكن ولاية تيبازا. ايه. يا اخي وليدي، شحال في عمرك؟ في عمري 12. 12 يوم؟ ايه. 12 شهر؟ 12 شهر. 12 شهر؟ ايه. ولا 12 سمانة؟ شحال 12 وحشن؟ 12 سنة. 12 سنة، برافو برافو وليدي، برافو برافو. على بالكم الكاميرا كي واحد يهضروا معاه بالميكرو والكاميرا تخلط له، على بالكم. إذن برافو وليدي، برافو، اقعد. أحبائي، في كل حصة نطرح لكم سؤال ولا لو تحبوا الأسئلة؟ تحبوا، ولكن قبل ما نروحوا للسؤال نستقبلوا الساعي البريد اللي يحجب لنا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعثوه لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا استقبلوا معايا صهيب. تعال صهيب. مرحبا بكم يا أطفال، مرحبا بكم عمو يزيد. مرحبا صهيب، واش راك وليدي؟ لاباس. لاباس؟ توحشناك صهيب. واش جبت لنا صهيب؟ البريد. بريد الأطفال، إذا ضعه في علبة البريد باش عمو يزيد يقراه لكم بعد، وانتم إذا كان حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم على بالكم واش ديروا، إما موقع الإنترنت عمويزيد.com ولا التطبيق لابليكاسيون عمو يزيد عبر البلاي ستور بالضغط على زرار آراء وملاحظات. سؤال اليوم يقول: مع السلامة يا أطفال. مع السلامة صهيب، مع السلامة. سؤال اليوم يقول: ما هي أعلى قمة في سلسلة جبال الأوراس؟ تعرفوا كاين سلسلة جبال الأوراس تمر على عدة ولايات في الأوراس، كاين قمة عالية معروفة، ما هي أعلى قمة؟ قولوا لي، ما تقوليش شحال فيها، أنا نقول بعد، أنا نقول لكم شحال فيها من متر، ولكن أنتم تقولوا لي واسمها أعلى قمة. يا أخي إذا فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا عن اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز، ما هي أعلى قمة في سلسلة جبال الأوراس؟ أنا عندي صديقة هنا، تعالي بنتي تعالي، يعني نشوفها رفدة حاجة. أروحي بنتي. وش راكي بنتي؟ لاباس؟ واسمك بنتي؟ لينا. لينا، وين تسكني لينا؟ في براقي. في براقي، خيار الناس. بنتي شحال في عمرك؟ 12 سنة. تقراي مليح؟ الله يبارك. واش هو هذا؟ هذا كاطو ليك وللطاقم. ليا وللطاقم، برافو بنتي، برافو. شكرا شكرا بنتي، الله يخليك. إذن بوبي خبي لنا الكاطو هذا، من بعد رايحين نتفاهموا معاه أنا والطاقم كامل. شكرا بنتي، شكرا، ربي طول عمرك. والله عمو يزيد يعتز بهذه الهدايا، ويعتز بالحضور نتاعكم، يعتز بالرسائل نتاعكم اللي تبعتوها لنا، سواء عبر عمو يزيد الصفحه الرسميه على الفيسبوك ولا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. شكرا شكرا جزيلا. اذا فكروا ما هي اعلى قمه في سلسله جبال الأوراس. ودركا بما اننا في هذه الفترة هذه نتكلموا على عدة أشياء وكامل، احنا ماذا بينا نتكلموا على الفنانين الجزائريين، نتكلموا على المبدعين الجزائريين. اليوم حبيتكم تكتشفوا معايا مع أشرف بن موفق شخصية المرحوم حسن الحسني. إذا تفضل تفضل أشرف، تفضل وليدي تفضل. عطونا تحية أشرف، تفضل وليدي تفضل، تفضل أشرف تفضل. السلام عليكم يا أطفال. عليكم السلام. مرحبا، اليوم سأقدم لكم شخصية معروفة في وقتها. هيا لنبدأ. حسن الحسني، حسن بن شيخ معروف بحسن الحسني، ولد يوم 24 أفريل 1916 ببوغار بمدية.
انتقل إلى مدينة البرواقية وعمل مسيرا لقاعة السينما إلى غاية 1945. شارك في سنة 1936 في تأسيس جمعية شمس بمدينة البرواقية. هناك التقي مع عميد المسرح الجزائري محي الدين بشطارزي سنة 1937، الذي اكتشف أن حسن الحسني يمتلك قدرات كبيرة في التمثيل، فشجعه على مواصلة المشوار، وكانت البداية لمسرحية أحلام حسن. سجن عدة مرات، منها ببشار ثم سكاجي، ومن بين 1949-1948 بسجن البرواقية وبليدة. استغل الفنان وجوده في السجن لتقديم عروض مسرحية فكاهية ذات بعد وطني في أوساط المعتقلين. بعد الاستقلال التحق بالمسرح الوطني الجزائري لغاية 1965، وقدم عدة أعمال فنية. وفي سنة 1936 أسس مع رفقة أبي حسن وعمار أحدى وغيرهما فرقة المسرح الشعبي، التي قدمت عروضها في مختلف أرجاء الوطن. اقتحم عالم التمثيل في التلفزيون والسينما مع مخرجين معروفين، بداية بالمخرج محمد الأخضر حمينا في فيلم ريح الأوراس 1960، وانتهى بفيلم أبواب الصمت مع المخرج عمار العسكري 1987. في يوم 25 سبتمبر 1987 توفي الفنان القدير عن عمر يناهز 71 سنة. وفي سنة 1997 سميت باسمه دار الثقافة لولاية مدية. برافو 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 برافو، شكرا 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 وليدي. إذن حسن الحسني فنان معروف، معروف في الجزائر باسم بوبقرة لأنه تقمص هذا الدور. إذن اليوم درنا له تقدير للعمل اللي قام به، يعني ابان الثورة وبعد الاستقلال. إذن رحم الله الفقيد. إذن حسن الحسني منذ سنة 1997 سميت باسمه دار الثقافة لولاية المدية. إذن أحبائي رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. واش رأيكم أحبائي، بما أننا في اليوم العالمي لغسل الأيدي، شيء مهم، عمو يزيد دلكم أغنية صحتي، قل فيها صحتي أولى، أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. تغنوها معايا، يلا نغنوا مع بعض صحتي أولى. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. لا أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. لا أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. أنا بابا وصاني، جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني
أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. برافو 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 برافو، ارجعوا لاماكنكم يا اطفال. برافو. اذا الصحه هي اجمل ما نملك، ربي اعطانا الصحه لازم نعتني بها يا اخي. احبائي احبائي تحبوا العاب الخفه؟ نعم. اذا نروحوا دركا نكتشفوا العاب الخفه مع عمو مراد اللي جانا من مدينه البليده. تفضل عمو مراد، يلا. تحيه لعمو مراد، تفضل تفضل عمو مراد تفضل. شكرا شكرا يا اطفال، شكرا، مرحبا بكم، مرحبا فيكم. يا اطفال نسقسيكم، شكون اللي يعرف يطيب؟ ها؟ شكون اللي يعرف يطيب؟ تعرف يطيبي؟ يا ارواحي دوك نشوفوا هذه ولا تعرف طيب. الله يبارك الله يبارك. عطوني تصفيق عليها، عطوني تصفيق عليها. ارواح نم نم نم. الله يبارك. اولا وقبل كل شيء يا اطفال، كما قالكم عمو يزيد، لازم شروط. اول شرط وشنو هو؟ وشنو هو؟ قولوا كامل كامل قولوا لي. نعم، النظافه. النظافه مالا اول حاجه نديروها. نعم، الطابليه، المئزر مالا باش طيب وباش ما تتسخش. علاش؟ على خاطر النظافة. ثاني حاجة، بارك الله فيكم، علاش؟ باش الشعر ما يطيحش في الأكل. أما لا، على هذيك الطباخ تاعنا دايما تسيبوه يدير لاطوك. ولازم لنا طويب. لا نعم. ومن بعد واش قلتوا لي قبيلة؟ غسل اليدين. قبل اي حاجه نديروها يا اطفال لازم نغسلوا يدينا. غسلت يديك؟ غسلت يديها؟ ما على بالكمش. دوك نشوفوا، دوك نشوفوا ولا غسلت يديها ولا لا. ايه يا اطفال، هاي ديري تشوفي هكا، شوفوا ولا غسلتيها. فورفو زيدي زيدي زيدي. واش كاين؟ ماشي قالت لنا غسلت يديا؟ معليش معليش، باش نغسلوا يدينا واش لازم منا؟ الماء. نعم الماء. الماء لا، عندنا الماء. نسينا الماء، نسينا كامل الماء. شنو هذا؟ وشنو هذا يا اطفال؟ الساحة. هذا فين نستعملوه في باش في الادوات تاع المطبخ؟ شدي تشوفي هكا. حنا واش نديرو دوكا؟ تخيلي كاين عين وهميه. ايه وهميه، معناتها انا ندير هكا وانت فوق المبوط افتحي العين. ايه هاي دوك نشوفوها.
فتحي هكذا سيدي فتحي 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 واو سبحان الله قول خي لا التبذير ماشي مليح نعاد نسيو فتحي تشوفي واو غسلي غسلي يدك غلقة 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 سبحان الله شفتي النالة دوك نشوفوا هذه المرة شدي تشوفي هكا كمسحي زين نشوف مقيل زيدي هكا مسحي مسحي الله يبارك درتي حنة شو الله يبارك حنة تحت الشابة تو بلي ماء سني نشوفوا لا ماء هذا الصوت وش اسمه هذا الصوت واسمه لاتاي نعم خرير الماء خرير الماء نزيدوا شويه سمعتوا وقيلة واو تحول الماء إلى ثلج شفتوا يا أطفال شفتوا يا أطفال معناتها هذو كامل خدع بصرية يا أطفال نزيدو نزيدو والآن نسيناها قاع بلي حطيب لنا شفتي مالا هذه زعما الكوزينه تاعنا هذه كويزينيير طباخ وعندنا الصحن تاعنا ياسيو وهذا تاع الضياف كي تجيو لينا الضياف نسربو لهم في هذا هيا نحطو هنايا كي واجده ياك صح وعندنا لازم لنا شويه تاع الحليب وراه الحليب وراه وراه هلا الحليب والسكر اش ديرنا الحلوى هلا فرغينا الحليب نشوفوا كل راكي شاطره ونزيدوا نفرغوا السكر والان واش رايحين نديروا نجيبوا الطباخه تاعنا باش نطيبوه ونحطوه الداخل ونحسبو حتى واحد اثنين ثلاثة ونشوفوها ولا طابت زعما طابت شوفي تشوفي سخونة بالك نشوفوها ولا طابت ولا لا طابت 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 دير شوفي يديك هكا باسكو هذه انتي طيبتيها اما انتي راح تاكليها عطوا نصفيق عليها برافو شكرا شكرا يا اطفال شكرا برافو 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 احبائي برافو عمو مراد اذا حصه مهمه اللي رانا فيها اليوم 200 حلقه من المتعه معكم يا احبائي اضفنا في الموسم اللي فات فقره هل تعلم اذا رايحين دركا نكتشفوا معلومة مع ياسمين في فقرة هل تعلم؟ تفضلي ياسمين يلا بنتي تفضلي 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 مرحبا يا أطفال مرحبا هل تعلم أن واتر كامب هو أول شخص قام بوضع قواعد لعبة كرة القدم عام 1879 ميلادي؟ برافو 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 إذن أحبائي قواعد كرة القدم وضعت في سنة 1879 إذن هذه الرياضة هذه حبوها بزاف في الجزائر تحبوا كرة القدم إذن جميلة إذن كرة القدم قديمة يا أحبائي وأصلها في أي دولة في أي دولة اكتشفت كرة القدم لا لا إنجلترا برافو برافو في إنجلترا في إنجلترا إذن أحبائي جميل أن الفريق الوطني الجزائري الثاني عنده ألقاب وفريق نعتز به ونحبه يا أخي الخضرة إذن أحبائي واش رأيكم دركا تحبوا الحكايات
أنا تاني نحب الحكايات. درك عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الملك وجنيه الذهب. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الملك وجنيه الذهب. واحد النهار في واحد المملكة كان واحد الملك. هذاك الملك كان طيب القلب، كيمشي برا هكذا وكامل كيشوف الفقراء قلبو يوجعو. واحد النهار صاب واحد الفلاح مسكين تحت واحد الشجرة هكذا ما لابسش مليح جوعان وكامل. ومن بعد غادو راح قال لهم دوه لازم توكلوه وتلبسوه إذا نداح حتى برا ودواواه وكامل. وهكذا قاعد يشوف هكذا قال يا ربي قال أنا وكان غير عندي الإمكانيات باش نقدر هاد الناس كامل نحي كاع هاد الفقر وهاد الجوع وكامل. ومن بعد خرجت له واحد الجنية هكذا قالت له واش حبيت يا الملك؟ قال لها حبيت لو كان كل حاجة نمسها ترجع ذهب هكذاك أموال في المملكة تاعي ما يبقاش الفقر ما يبقاش البؤس كاع الناس تاكل كاع الناس تكون بخير. قالت له خلاص. قالت له جرب مس واحد الحجرة هكذا رجعت ذهب. فرح بدأ رجع للقصر تاعو الحاجة اللي مسها الكراسة كامل اللي مسها يرجعوا ذهب. ومن بعد المشكل كي يجي ياكل هكذا الماكلة ترجع ذهب ما قدرش ياكل. هذا هو المشكل. إذا ولا يفتح فمه هكذا ويعطوا له الماكلة هكذا. بعد واحد النهار جات بنته تعنقوا شفت عنده قال لا لا حبسي حبسي حبسي. من بعد جات عنده هكذا رجعت ذهب هكذا. قال يا ربي كيفاش درك؟ من بعد ندم قال سما هذا الذهب هذا ما ينفعش. ومن بعد راح يوصل هذيك الجنية هذيك. قالت له واش يا الملك؟ قال لها لا 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 انا ما سحقش الذهب رجعيني كما كنت. انا كنت مليح بالعمل تاعي وكامل ونحاولوا كيفاش نحيوا هذا الفقر والجوع من المملكه بلا ما الحاجه اللي نمسها ترجع ذهب. ما نسحقش هكذا. قال لها عمو يزيد عمو يزيد الحكمه التي نستخلصها من هذه القصه هي ان كل شيء يراه الانسان صائبا وصحيحا قد يكون في الحقيقه خطا كبيرا. برافو برافو بوبي برافو 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 برافو. اذا احبائي الانسان في الدنيا هذه دراهم ماشي هما كلش. ماشي انسان يقول انا كون عندي دراهم خلاص ما يكونش عندي كاع المشاكل. لا لا بالعكس بالعكس. من انسان لما يعمل بدراعه ويعمل بيده تكون فيها حلاوه لما يوصل للنتيجه كما قلت لكم بقبيله. يا اخي احبائي يلا ارجعوا لاماكنكم. اذا احبائي الانسان لازم يعمل بدراعه والانسان بالمرات يشوف حوايج يقول لك هادو هما ولكن من بعد يكتشف انه هذا ماشي هو الصح. الصح في العمل يا احبائي. يا اخي لحقنا دركا الركن انا نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده يوم بلاك شابه؟ تعال تعال او معك جيبه. يلا تعال تعال جيب صاحبك معك. يلا اقعدوا قدامي. اقعد معلش. اقعد وليدي اقعد اقعد. واسمك وليدي؟ واسمني طارق. طارق وانت واسمك؟ محفوظ. شحال في عمرك محفوظ؟ 12 يوم؟ 12 سنة. 12 سنة. وانت طارق شحال في عمرك؟ 12 يوم؟ ايه 12 شهر؟ 12 سنة. 12 سنة. إذا نولي احكوا لنا النكتة. شكون يحكي لنا النكتة؟ أنا تبدا أنت؟ شكون يبدا؟ أنت أي يبدا؟ كان واحد النهار واحد بالجغللو. كان واحد النهار كان واحد النهار قال له روح اي نروحوا ناكلوا لحب الملوك. يلا احكي لنا نكته انت. واحد المعزه مع واحد الحمار راح ياكل. كان هذاك الحمار راح ياكل في واحد البيدون وهذيك المعزه كانت تاكل قدامه كي غارت منه طيحت له البيدون وراحت ولات تاكل. برافو برافو. يلا التحقوا الأماكن تاعكم. برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعال وليدي اروح اقعد هنا. واسمك وليدي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن شحال في عمرك عبد الرحمن؟ 11 سنة. الله يبارك. احكي لنا نكتة تاعك وليدي. كان واحد وليد جوحة كان يلعب مع وليد القوري. سرق له دوره. وليد جوحة راح عند باباه قال له سرق وليد القوري سرق لي دوره. جوحة راح دار القوري مرته قالت له كياس قال لها مكاني كسكسني كياس دور احمد يكون هنا. برافو برافو. تعالي بنتي اروح.
تعالي تفضلي بنتي. واسمك بنتي؟ غنية. غنية؟ الله يبارك. شحال في عمرك غنية؟ 11 سنة. 11 سنة، وين تسكني؟ في بجاية. في بجاية، الله يبارك. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد الخطرة واحد الراجل يكذب بزاف، راح للحج. كي ولا من الحج سقساوه ولادو، قالوا له ولادو واش شفت تماك في الحج؟ قالوا قال لهم ولا غير كي كنا مولين حبست الطيارة، حبست أونبان وبدينا نطبعوا فيها من اللور. نطبعوا في الطيارة، برافو برافو. تعالي بنتي. أروحي. أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ طباخ مروة. مروة، شحال في عمرك مروة؟ 12 سنة. 12 سنة، وين تسكني؟ في بجاية. في بجاية، الله يبارك. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الراجل طويل بزاف، قال لك ضربته طوموبيل. من بعد كي ضربته طوموبيل جات لامبيلونس، لامبيلونس رجليه طوال على لامبيلونس. داروا له واش داروا له؟ قماش حمر، قماش حمر، ومن بعدك باش يعرف بلي بنادم راهو داخل. قماش حمر شغل كيما يديروا هكذا. برافو 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 برافو. تعال تعال. أشرف، أشرف الباحث صديقنا، وين تكون أشرف؟ في الجزائر، برج البحري. في برج البحري، الله يبارك. شحال في عمرك كلهم؟ في عمري 10 سنين. 10 سنين، احكي لنا النكتة تاعك أشرف. كان واحد نهار واحد المصري، واحد سعودي، واحد جزائري، وكان عندهم واحد المعلم مقلق، قلقوه، قال لهم راح أفد الكابوس، قال لهم شوف ما تجاوبوش على هذا السؤال، اللي ما يجاوبش طاح نتير عليه. قالوا له خلاص، قال لهم ما هو أصغر مخلوق في العالم؟ راح عند المصري قال له البرغوث، قال له خطأ، طاح قتلو. راح عند السعودي قال له الفؤفؤ، قال له وين جاي الفؤفؤ؟ قال له جاي فني في الجمال. راح حوس بالمجهر بعد يصوب صح، قال له عكس لك طيارة. قال له راح عند زيري قال له وانت واش؟ بعد يقول زيري وش يقول يا ربي. راح قال له خمم صابها، قال له سكسو، قال له وين جاي سكسو؟ قال له جاي فيني في الفؤفؤ. برافو 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 برافو. احبائي الحقنا دركا ركن الرسائل، عمو يزيد راح يقرا الرسائل اللي بعتوهم لي عبر موقع الانترنت بالضغط على زرار اراء وملاحظات، ولا عن طريق لابليكاسيون يعني التطبيق عمو يزيد على البلاي ستور. اذا فيفي اعطينا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا باش عمو يزيد يقراهم، وانتم تاني اذا كان حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم على بالكم واش ديروا، تتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com ولا للتطبيق عمو يزيد على البلاي ستور. شكرا فيفي، تحيه لفيفي، تحيه تحيه، شكرا فيفي. اذا الرساله الاولى، ودني كنزه 11 سنه من الجزائر العاصمه، قالت لك انا نحب بزاف حصه عمو يزيد ونتمنى نكون في الحصه يا عمو يزيد. اذا ودني كنزه 11 سنه من الجزائر الوسطى، عمو يزيد تاني يحبك وان شاء الله نتصلوا بك باش جيت حضري معنا. الرساله المواليه، زرقاني يسرى 12 سنه مدينه بودواو ولايه بومرداس، انا نحبك يا عمو يزيد ونحب يا بنت خالي رزان وخويا ياسين وهيبه ويموتوا عليك. الله يبارك الله يبارك. اذا يسرى زرقاني مع بنت خالها رزان وخوها ياسين وهيبه وبنت خالها كذلك ريماس، يحبوا عمو يزيد وعمو يزيد يحبهم كذلك. الرسالة الموالية، ملك لينا 11 سنة مدينة برج بوعريريج الجميلة، أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأشكره على الحصة التي يفرح بها الأطفال. إذا ملك لينا 11 سنة من برج بوعريريج، شكرا شكرا بنتي على المراسلة. بالعيدوني يحيى 11 سنة مدينة وهران، أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأريد المشاركة في الحصة، أحبك يا عمي يزيد. إذا بالعيدوني يحيى من وهران 11 سنة، عمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. كوان أمال 21 سنة مدينة الرغاية من الجزائر العاصمة، عمو يزيد أنا من متابعي ديالك والله تعجبني بزاف الحصة في القمة، في قمة الروعة. الله يبارك ربي يكمل لك إن شاء الله، تحياتي الخالصة. إذا كوان أمل 21 سنة مدينة الرغاية من العاصمة، شكرا بنتي على المراسلة. وعمو يزيد
يحبكم كذلك. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل. أحبائي الحقنا دركا للجواب عن السؤال. شكون اللي صاب الجواب؟ السؤال قال: ما هي أعلى قمة، ما هي أعلى قمة في سلسلة جبال الأوراس واسمها؟ شكون اللي يعرفها؟ تعالي بنتي بين الشطرة، أروحي بنتي. واسمك قولي لهم؟ لينا 12 سنة من بنطلحة براقي. لينا 12 سنة من براقي، عطاتهم منها على ضربة ما خلتنيش حتى نطرح لها سؤال. يلا معليش بنتي، ما هي أعلى قمة في جبال، في سلسلة جبال الأوراس؟ قمة شيليا. قمة شيليا، واو برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. تعرفي شحال تبلغ ببري من متر؟ يفوق علوها 3000 متر. لا لا ما تلحقش 3000، ما تلحقش. 200 و 2000 2328 متر. إذا 2328 متر قمة شيليا. يا أخي أحبائي هي أعلى قمة في سلسلة جبال الأوراس. شفوا عليها أحبائي، أعطي الهدية تاعها الشاطرة هذه. إذا الشاطرة، إذا بنتي على شطارتك شركة شيبس مهبول تعطيك هذه الهدية، راعي برنامج مع عمو يزيد تعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي العفو. إذا أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم لازم ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطاولي العاصمة 16062 الرمز البريدي. اليوم معنا بنت أمي مريم من عين بنيان صغيرة و إذا بنت أمي مريم فيفي تروح تجيب لنا بنت أمي مريم الطفلة الصغيرة باش نحتفلوا بعيد ميلادها. إذا مريم رايحة تجي وانتم كذلك تجوا باش تغنوا معايا لمريم عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. اذا شعلوا الشمعه، ديروا معايا العد التنازلي، يلا ثلاثه زول واحد، اي طفي الشمعه طفي. برافو 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 برافو. اعطيني الشهاده تاعها، اعطيني الشهاده تاعها. اذا بنت امي مريم
عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، دوك نعطوها لماما ولا البابا، اعطيه الهديه تاعها كذلك. اذا بنتي رامي راعي برنامج، هاكي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها، تعطيها لخويا ولا لاختي، باينه 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 يا اخي. اذا وانا ببقى لي الى نقول لكم بقوا على خير، سنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت، نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكروا الحصة تاع عمو يزيد، وعمو يزيد هذه الحصة الترفيهية والتربوية. نشكر عمو يزيد هذه الحصة اللي أبدعنا بها، ونشكره كثير كثير، وإن شاء الله تعم هكذايا لفائدة الأطفال والجزائريين كاع. وأشكره على المزيد من التألق والنجاح. نشكر عمو يزيد على هذه الحصة، ونتمنى له المزيد من النجاح. نشكر عمو يزيد حق ما جابنا لهذه الحصة، ونقول له نحبك بزاف بزاف. نشكر عمو يزيد، ونشكر بابا كي جابني الحصة تاع عمو يزيد. شكرا. قالوا هلموا إلينا الضم مع عمو يزيد.